طيب عايز اخدك ليفربول يا احمد، بس اخدك بعيد عن مباراه اليوم، مباراه برايتون يكسبها ليفربول 2-0 دياز وصلاح. الحكايه بتاعت محمد صلاح والتجديد التعاقد، تصريحات يورجن كلوب، رد فعل رامي عباس، الوضع ايه بالنسبه لمحمد صلاح؟ يبدو ان طبعا هو الاكيد ان هم لسه ما توصلوش لاتفاق، حتى دوت من الكلام الرسمي بتاع يورجن كلوب ان هو احنا خلاص قدمنا العرض اللي هو اللي هنقدر عليه كنادي، ومنتظرين رد محمد صلاح اللي ما ردش لا بالايجاب ولا بالسلب حتى الان، ده كلامه الرسمي. رد فعل وكيل محمد صلاح اللي هو رامي عباس بيظهر انه مثلا اللي هو ايه، لما طبعا هو حط ايموجيز بتضحك، فده معناه ان هو ايه، لا يعني احنا بتحاول تحطنا تحت الضغط، لا احنا مش تحت الضغط. يبدو على الاقل انا فهمتها كده. هل محمد صلاح هيكمل ولا لا؟ اعتقد ان محمد صلاح هيحسبها كويس، يعني تعودنا على ده من محمد صلاح. مين اللي هيخسر في الحالتين الاثنين؟ اعتقد ان هو افضل للطرفين ان هم يكملوا مع بعض. صح. ولكن خلي بالك محمد صلاح برضو لو احنا دايما بنناقشها من ناحية ايه، ان هو انت خلاص لقيت نفسك مع ليفربول، لو رحت فريق تاني مش ضامن ان انت تنسجم، ومش ضامن ان طريقة اللعب بتعرف تظهرك بنفس الصورة والجمهور يتقبلك وكده. بس هو حتى لو محمد صلاح كمل، انت ضامن ان ما بعد يورجن كلوب اللي هيجي هيبرز محمد صلاح بنفس الطريقه؟ ما هو يورجن كلوب قال ان هو غالبا هتبقى خلاص اخر موسم دي سنه 2024، يعني تاريخ قريب. فبالتالي حتى في حاله بقاء محمد صلاح مع ليفربول حاليا بعد مستجد ان كلوب نفسه ماشي، بقت محتاجه ان محمد صلاح يحسبها كويس. صح. فانهي الافضل؟ اعتقد محمد صلاح انسب واحد ان هو يشوف قراره ايه ويحسبها من كل النواحي، سواء ماديا او كمان فنيا. ولكن انا لو اتمنى حاجه لصلاح، اتمنى ان هو لو مشي ما يروحش لفريق منافس في البريمير ليج، علشان ما يخسرش التاريخ والارث اللي عمله مع ليفربول في السنوات الماضيه. طيب في سؤالين مرتبطين، هو ايه مشكله صلاح في التفاوض مع ليفربول؟ يعني هو ازمته ازمه ماليه، الراتب الاسبوعي، ازمه اداريه، يعني ايه الازمه بتاعت محمد صلاح؟ يعني ليه التجديد ما حصلش لحد دلوقتي؟ ده واحد. اتنين، طب هو صلاح لو مشي اصلا من ليفربول مين يدفع ثمنه، ومين يدفع الراتب اللي هو عايزه محمد صلاح دلوقتي في السوق، حاله الافلاس اللي في السوق العالمي دلوقتي في الكوره؟ يعني هو الاجابه الاولانيه الموضوع بالظبط سقف الرواتب في ليفربول. فيرجيل فان دايك لما جدد اخر حد، هو اعلى واحد في الفرقه بياخد فلوس 220,000 استرليني الراتب الصافي، وده يفرق عن صلاح بالمناسبه 20,000 استرليني بس عن الراتب صلاح الحالي. طبيعي ان صلاح في اخر عقد كبير ليه منتظر كده، ومنتظر ان هو يكون بيأبجريد نفسه ماديا، ده اخر عقد كبير غالبا في مسيرته لانه هو 29 سنه. بس في نفس الوقت كريم في حاجه ثانيه محتاج يبص عليها من الناحيه الثانيه. طيب دلوقتي ليفربول قرر ان هو مش هيجدد مع صلاح، بس مش هيبيع صلاح، فصلاح هيكمل معاه لحد ما يخلص عقده، هيبقى ساعتها 31 سنه. هل في فريق هيقدر يخاطر بلاعب 31 سنه يديله عقد كبير بالرقم اللي كان هيبعده صلاح ولا لا؟ ده سؤال مهم جدا. صح. دلوقتي مين ممكن ياخد محمد صلاح؟ القوى الكبيرة في العالم في قصة الفلوس دي، مانشستر سيتي، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، هم دول الثلاث فرق دول. الكلام كمان اللي ظهر من فابريزيو رومانو اللي هو في سكاي سبورتس ان صلاح ممكن ما يكونش عنده مانع يروح للفريق في البريمير ليج، وساعتها دي تبقى مشكلة. فرأيي انها تكون مشكلة طبعًا كبيرة طبعًا، لان جمهور ليفربول بيعامل صلاح معاملة الاساطير دلوقتي، هو فعلا بارقامه وباللي بيقدمه يستحق معاملة الاساطير، فمش هيبقى كويس ان هو يخسر ده. واهم الكلام اللي يدفع هو مانشستر سيتي بالظبط، انت رايح لمنافسك المباشر على اللقب دلوقتي. حتى تشيلسي لو كان انت تقدر تقول تشيلسي مشاكله يشيلها بقى، يعني ما شاء الله اعلم ما يحصل ايه بعد المشاكل الموجوده دلوقتي. ما عندكش اصلا حد يقدر يدفع فلوس غير مانشستر سيتي، او قد يكون نيوكاسل القوى الصاعده ماديا بعد ما هيضمنوا البقاء السنه دي، في نيتهم ان هم يصرفوا بقوه برضه. فصلاح محتاج، اعتقد الطرفين محتاجين يحافظوا على بعض زي ما احمد كان بيقول. الحاجه الاهم كمان هي صلاح، هو طالب راتب اعلى، ولكن في المقابل محتاج يبص على اسطوريته في ليفربول. لو ليفربول قدر يحقق مع صلاح او مع الجيل الحالي عموما لقب دوري ثاني، فهيعادل رقم مانشستر يونايتد. التاريخ وجمهور ليفربول من ساعه اي حد عايش بيشجع ليفربول ولحد الاخر، عمره ما حد هينسى الجيل اللي رجع الدوري بعد 30 سنه اللي كان منه محمد صلاح، والجيل اللي هيعادل رقم مانشستر يونايتد قبل ما يونايتد يكسب الدوري 21. الحالتين دول لو اتحققوا في نفس الجيل، الجيل ده هيكون اسطوري مهما كان هو مين. وطبعا صلاح ماكسيمم بنهايتك لو انت بتتكلم عن مين اهم لعيبه في ليفربول، اقل حاجه ممكن تحطها صلاح اللاعب الثاني، يعني هيكون اول يا هيكون ثاني، مش هيكون بعد كده. فالتاريخ هيتذكر ده، الجمهور بيحبه، الناس كلها في الشوارع بتحبه، فدي حاجه مهمه جدا لازم تتحط كفاكتور مهم وانت بتحسب هل انت عايز تجدد ولا لا. في نفس الوقت كليفربول انت محتاج تقيم اللاعب اللي انت
هو الاهم او هو اكتر لاعب جايب مسجل اهداف او مؤثر مع الفريق في ساعه ما جه في 5 سنين. صلاح بيكسر ارقام او بيوصل لارقام ما حدش بيوصل لها قبله او وصل لها عدد قليل جدا من اللاعب قبل كده. فده معامل تاني مهم جدا. ففي رايي ان الاثنين كل واحد فيهم محتاج يتنازل عن جزء عشان يوصل لاتفاق. في حاله الرحيل الطرفين هيخسروا مؤكد بلا اي شك، مفيش حد فيهم هيبقى كسبان ولا حد فيهم مش هيتاثر، الطرفين هيتاثروا.